شاطئ مرقلة كنقي كنقي بزاف. دابا مرقلة تبدلت مرة وأحسن شاطئ وأجمل، يعني ما كاينش الصيانة ما كاين والو. دابا غير الواد شني واقع فيه، يعني الواد صغير حرفت له معايا عدله، وكيجيو ليا صغار يعوموا هنايا وكيتأدوا بالميكروبات وكيتأدوا عليهم وما فيه والو. فيه واحد الإنسان ينقي والماكلة ديالو اللي جابها المرقالة، يحاول كيفاش ديك بوبيل ديالو يجمعو قدامه باش نعيطو لنا مثلا الناس اللي كيعملوا الصيانة كنسهلوا عليهم شوية باش ماشي نزيدوا نتعبوهم. وشاطئ المرقالة حنا معروفين كنعوموا فيها تقريبا 50 عام. مرقالة مرقالة، واخا تمشي فيما مشيتي تجي المرقالة، يعني الوجهة طنجة هي مرقالة. وشكرا. حنا في شاطئ المرقالة كنسدوا المسؤولين يجيو يعملوا شي نظافة المرقالة. شوف الناس بيدهم كيخدموا دابا وما كده يخملوا الربيع وكذا. راه حنا كنشدوا المرقالة صغيرة ومواطنين كثار، ما كنجبروش الحرية ديالهم فين يبحروا مزيان ولا كنشدوا المواطنين المسؤولين يحاولوا يشوفوا لينا وينظروا لينا واحد النظره كمواطنين مغاربه. حنا كاملين مغاربه بالنسبه للمواطنين مساكين، ما كيجبروش فين عاد يمشيو. هذا واحد المنتزه صغير كيهم الجميع، لان كيجيو ماشي غير الناس ديال هذه المنطقه، كيجيو الناس من انحاء طنجه كامله. ما كيجبروش يراحتوا من الناحيه ديال الامن ولا من الناحيه ديال النظافه ولا من ناحيه بزاف، ولا الحمامات قلالين ما كاينش، ولا الدوتشات عاملينهم غير كانهم واحد صوره وسلام، ما كنستافدوا. يحتاج الى نوع من الرعايه، هو شيئا ما نظيف ولكن يحتاج الى نوع من الرعايه سواء من طرف السكان سواء من طرف الجهات المسؤوله، هذا هو الاهم. هذه اول زياره لي له. فعلا اعجبنا بحفاوه استقبال وناس مدينه طنجة، نشكرهم، ولكن يحتاج الى نوع من العنايه. نعم هناك تهميش، هناك عدم الاهتمام وعدم العنايه بهذا الشاطئ، رغم ربما ظرفيات. السلام عليكم. بعدا سولتيني على بالنسبه للشاطئ مرقاله، هو في حد ذاته مزيان وشاطئ مزيان، لكن مع الاسف الناس الزوار ديالو اللي كيجيو للبحر ما كيحافظوش عليه. المشكله ملي كيجيو يبحروا يعوموا يعني بالشماليه ديالنا، اللي يجب الله ما غيرجعوش غدا. اللي كيجيبوا في ديك القفه كيخليوها تما كيطمروا في الرمل. داك الشيء مع الاسف الانسان ما يقدرش يهضر بداك الشيء، كيطم في الرمل. انت جيتي انت تمرت غدا ملي كتجي كتجبر داك الشيء، دار واحد الريحه ماشي مزيانه. مشاو الناس اخرين جاوا هادو مع الاسف. هاد الثقافه هادي ما كانتش كاينه، لكن رجعت هاد الثقافه مع كيطلع البحر هنا كيبقى الماء هنا كيتقور هنايا كيمشي بحالو الماء، البحر الماء كيبقى هنا كيعمل الريح مع الناس، مع يعني هاد الناس اللي كيخرجوا هادشي هنا. الا كتشم دابا انت واقف معايا كتشم الريحه من هنا. مع الاسف يعني الناس كيجوا من على برا، كيجوا من الداخل، كيجوا من هادي كيشموا هاد الريحه هادي اللي جابهم الله. هذا هو الايماج، هذه هي الصوره طنجة مع الاسف الشديد. فهمتيني، المهم معروف على الصعيد الوطني كلشي كيعرف مرقاله. ايوا حنا هنايا كنجوزوا الصيف دائما، كل صيف كنجوزوا هنايا على حساب حنا ولاد المنطقه ولاد الحومه، وتربينا هنايا خلق وتربي وحنايا هنايا السور ديالنا وحنايا هنايا دائما وحنايا هنايا. ودابا الحمد لله جازت الطريق هنايا والدنيا رجعت معروفه، كلشي رجع كيجينا هنايا. لا الحمد لله هنايا كلشي مزيانه، الدنيا مضخمه، المرافق ديالنا هنايا مضخمه، كاين ميتراجوريس، كاين الدراري هنايا ظريفين. ولكن دابا هنايا هذا الواد هذا بحر كيعمر هذا المقطع هذا، فهمتي، كنطلبوا من السلطات المختصه باش تجي تشوفنا هذا الشيء هذا. وانا كنهضر وما عارفين شنو كاين، والناس دائما كتجينا هنايا من العالم كيجيو لنا هنايا كيشوفوا هذا المنظر هذا كيعجبهم.